أهلا بكم. أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي أن استمرار كردستان العراق في الإخلال بالاتفاق المبرم مع بغداد على تسليم واردات النفط إلى بغداد سيدفع باتجاه اتخاذ إجراءات رادعة بشأنه. وقال بخاتي إن الاتفاقات السياسية تم على إثرها إقرار الموازنة، غير أن أربين ما زالت تراوغ بشأن تسديد ما بذمتها من واردات النفط، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتمخض عنها مجموعة إجراءات لمنع إدراج رواتب كردستان في موازنة عام 2020، إضافة إلى وضع اليد على المطارات والمنافذ الحدودية. قالت لجنة التخطيط النيابية إنها ستقف بالضد من أي توجه حكومي للذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة في العام المقبل. وقال عضو اللجنة محمد كريم إن مجلس النواب سيواصل التصويت على فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2020 بعدم السماح للحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي المتوقع، لافتا الانتباه إلى أن القروض الخارجية تعد سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة فضلا عن الفوائد المترتبة عليها. وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت عن وجود عجز كبير في موازنة عام 2020 يصل إلى 72 تريليون دينار. أكدت هيئة المنافذ الحدودية أنها ضبطت شاحنة خارج الحرم الجمركي محملة بمناديل ورقية مخبأة خلفها أدوية طبية في منفذ طريبيل بمحافظة الأنبار. وقالت الهيئة أن الأدوية المضبوطة غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة. وأشارت الهيئة أن الحمولة ضبطت خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز المعاملة الجمركية لها. يذكر أن ظاهرة تهريب الأدوية الفاسدة أو غير المصرح بها قد زادت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، ما أغرق السوق المحلية بالأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي. حذر خبراء اقتصاديون من استمرار عمليات تهريب سعة الإنترنت إلى خارج العراق، لافتين إلى أن العراق يخسر مليوني دولار يوميا جراء هذه العمليات. وأضافت المصادر أن استمرار عمليات تهريب سعات الإنترنت إلى خارج العراق يعني استمرار دمار الاقتصاد العراقي وخسارة البلاد ملايين الدولارات شهريا، مشددة على ضرورة وضع آليات حازمة وصارمة لمنع هذه العمليات. تظاهر عدد من السائقين وأصحاب الشاحنات بمحافظة ميسان مطالبين بإلغاء ميزان سيارات الحمل. وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس محافظة ميسان قد طالبت وزارة الإعمار والإسكان بإلغاء ميزان سيارات في المحافظة وتحويل الإسراف عليه رسميا للحكومة في بغداد أسوة بباقي المحافظات، بعد أن تسبب إشراف المحافظة عليه في مشكلة استمرت مدة طويلة دون إيجاد حل جذري لها. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.